اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد. معاكم التمراد. النهارده اكيد الناس اللي متابعاني على صفحتي شافت القنبله اللي احنا نعملها النهارده من غير مسؤول عن اي سعرات هتدخل لكم في الوصفتين دول. انتوا طلبتوا حلويات وانتوا عارفين ان دي اصلا يعني المفضله ليا يعني الحلويات. فقلنا النهارده تعالوا نعمل بقى ايه؟ مهرجان طواجن. نعمل طاجن شوكولاته بكيكه حلوه جدا. هنعمل مع بعض كمان طاجن كيكه الحليب او ما تسمى بالتريليتشي. ما عندناش دعوه بالتريليتشي، خلينا في كيكه الحليب، اسمها سهل كده وبسيط وحلو. فبص انا معايا مقادير كيكه الشوكولاته، طبعا مجهزاهم قبل الهوا في الطواجن، بس الوقت مش هيسعفني ان انا اعمل الكيكه قدامكم. فانا هنزل لكم المقادير على الشاشه بتاعت الكيكه وهقول لكم مقادير الحاجات اللي هنشتغل بيها على الهوا. طيب نقول الاول، بصوا الحاجات كتير قوي في الورقه. تعالوا نقول الاول كيكه شوكولاته مع بعض، هي مش موجوده عندي هنا، هتقروها انتوا على الشاشه وطريقتها موجوده عندي على البيج. طيب معايا ربع كوبايه كاكاو خام، كوبايه وربع دقيق، معلقه كبيره قهوه اللي هي السرعات الذوبان، وكوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت. عايز تحطي زيت زبده او سمنه مفيش مشكله. ثلاث بيضات، نص كوبايه لبن، رشه ملح، كيس بيكنج باودر. دي مقادير كيكه الشوكولاته اللي انا عاملاها عندي في الطاجن عشان تشوفوا.